عاملين ايه. انا جايب ضيف جديد معايا في الفيديو، هي نهال اختي. هاي. هنعمل تحدي فين شيبسي ضد فين شيبسي، واللي هيكسب واللي هياكلهم الاول هو اللي هيكسب. اوكي وهيبقى فيه عقاب. انزلوا قولوا لنا في الكومنت عايزين عقاب ايه. ماشي يلا بينا نبدا الفيديو. مستعد؟ مستعد. يلا تبدا بكبير ولا صغير؟ انا هبدا بكبير. انا هبدا. اصلا انت جايب نوع انا ما بحبوش. ولا انا. مالين انزلوا حطوا لايك وسبسكرايب وشير. عليا حكم صح؟ اه عقاب. عقاب هي ما تعرف ايه العقاب وانا ما اعرف ايه العقاب. انا سحبت. بص بقى فاضل لي قد ايه؟ شويه فاضل لها قد ايه؟ لسه يعني نص الكيس موجود. لا والله انا نص الكيس. لا حرام عليك. بص 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 جبت لها شطه وميه ومعلقه. هنفتح برطمان الشطه. هي ما بتحبش الشطه عموما. لا بص لا والله لا محمد والله لا الشطة دي. لا ده هيعمل لي سلطة ايه تتبيلة سلطة او حمص شعر. حمص شعر شايف. هي لو قدرت تشربه كله لا يبقى العقاب بتاعها جميل ولذيذ. ستش يعني ده اللي انسحبت. يلا مليئة معي. اشربي حمص شاي. اشربي يا محمد دي بتقوم على البشرة. اشربي يا اشربي. نو واي هو واحد بس استنى ثواني بس هبعدها. لا ما ينفعش. هبعدها من على الوش. الوش ينفعش. طب قلبها بسرعة. يلا اشربي استنى هقلب بقى. مش هخلص. انا بشرب الشط دي على بق. طب ممكن تشرب قصادهم توريهم انت بتشربها ولا لا عشان تحس بيها بس. ماشي طيب. وزبتك مش حرقه؟ مش حرقه. يا نهارك. اشرب. مش حرقه. مش هطلع شطه كسيره على فكره. بصوا من هنا. اشربي شطه بس دي من غير طب اشربي اشربي مش طماطم. اشربي بتهرب من العقاب على فكره. لا على فكرة والله ما هتقلبي تاني خلاص. تحلف؟ اشربي. هو بق. مش هو بق واحد. ماشي بق كبير. انا بقي صغير. يلا فافي قوي يا جدعان. عايزين ننهي الفيديو. طيب سي يو. سلام. باي.